اللقاء ديال اليوم هو عبارة عن ندوة سياسية حول القرار الجائر التحكمي اللي فرضته الحكومة وفرضوه الحاكمين على المواطنين باش يولجوا للمرافق العمومية. وكتعرف هاد وبغينا نشوفوا الرؤى السياسية والدستورية وأيضا القانونية. لذلك استدعينا جمعيات فيدرالية جمعيات المحامين بالمغرب المكتب التنفيذي واستدعينا أستاذ جامعي للقانون الدستوري وأيضا تدخل ديال أحد السياسيين. بغينا نسمعوا كل واحد شنو غيقول في الرؤية ديالو كيفاش كيشوف هذا الموضوع بشكل موضوعي باش نشوفوا ان يبان لنا الرأي ويبان للمواطنين انه هذا القرار الذي اتخذ بسرية كقرارات اخرى وبدون تقييم وبدون يعني حوار وبدون نقاش اللي تم فيه قرصنة الدستور والقانون والتعطيل للقانون والتعطيل للسياسة بمجرد بلاغ الذي لا أثر له حتى البلاغ ديال القرار ديال هذا ما كاينش القرار فقط قصاصة في وكالة المغرب العربي للأنباء اللي كترويها صحف أخرى وهذا الشيء يعني كنشوفوا كاين احتجاجات في المغرب كاين اتحاد المغاربة ضد جواز التلقيح كاين المحامين اللي داروا معركة كبيرة كاين يعني مواطنين هنا وهناك وكاين حالات اللي الأجسام ديالهم ما 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 استطعتش تحمل هاد يعني لي بيكور دوك الجرعات وقعت مشاكل. احنا بالنسبة لنا اي قرار غادي يدار كما في الدول الديمقراطية يناقش في البرلمان. البرلمان للأسف البرلمان ديالنا ما غير مستقل وهذا الشيء واضح لأنه وكيبان أنه هذا الشيء توجه فقط للبعض. إلا لاحظتوا إلا ممكن سمعتوا أن كاين منع ديال الحزب باش يدير مؤتمر ديالو تسلم ديال هذا وكاين منع ديال البرلمانية نبيلة منيب لولوج البرلمان رغم أنها جابت البي سي آر والآن كل شيء كيعرفوا اختفات. إلا لاحظتوا اختفات يعني الإجراءات الاحترازية ما بقاتش ولينا كنهضروا غير الجواز والجواز لا يحمي كل شيء كيعرف العالم ان الجواز باش يتحمي. واش خصنا نوصلوا لذاك المناعه الجماعيه الا غنوصلوها مزيان هدف ديالنا كاملين ولكن يكون بالتحسيس وبالحوار وبالنقاش خارج اي ضغط او لا تحكم او لا التمكين. ينظم الحزب الاشتراكي الموحد مكتبه السياسي اليوم ندوه كتناقش جواز ما يسمى بجواز التلقيح من منظور سياسي وحقوقي وقانوني ودستوري. الندوه ديال اليوم هي كتجي في اطار سلسله ديال الندوات اللي المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد كينظمها لابراز رؤيته وموقفه مما يسمى بجواز التلقيح او من الحقيقة من التضييق الحريات والتغول استمرار التغول ديال السلطات وهذا التضييق ديال الحريات اللي وصل إلى أقصى مدى ديالو اللي وصلوا الآن وهو تجاوز كل فصول ومواد الدستور والقوانين المغربية وتغول سلطة على سلطات لأن كنعرفوا أن في المغرب كاين ثلاثة السلطات ماشي غير في المغرب في العالم كامل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ودائما خاصة السلطات الثلاثة تكون متوازنة في الدول الديمقراطية. في المغرب اليوم كنشوفوا أن السلطة التنفيذية أنها تجاوزت السلطتين معا تجاوزت السلطة التشريعية وتجاوزت السلطة القضائية. تجاوزها السلطة التنفيذية التشريعية كيبان بالوضوح التام
في القرار لا دستوري ولا قانوني لمنع ممثلات الأمة اللي الفصل الثاني من الدستور المغربي كيعتبر الممثلين البرلمانيين كيعتبرهم أنهم هم اللي كيمارسوا السيادة سيادة الشعب سيادة الشعب ولا سيادة الأمة التي يمارسها عبر ممثليهم ومنتخبيهم. إذا شفنا السلطة التنفيذية بأنها تعسفت على السلطة التشريعية بمنع ممثلات البرلمان الرفيقة نبيلة منيب البرلمانية من دخول البرلمان، ورأيناها كذلك السلطة التنفيذية كيف كذلك تغوت حتى على السلطة القضائية، وشفنا كيف تم مواجهتها من طرف جمعيات المحامين في المغرب عندما أرادت أن تفرض ما يسمى بجواز التلقيح. الآن هاد الندوة ديال اليوم كتجي في هاد الإطار ديال كما قلت المناقشة ديال مدى دستورية وقانونية جواز التلقيح اللي كنعتبروه نحن داخل الحزب الاشتراكي الموحد كنعتبروا أنه لا دستوري ولا قانوني، وأنه فقط كيمشي في إطار الخطوات اللي قلناها منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية، وقلنا بأن حالة الطوارئ الصحية مع الأسف أنها منحت سلطات أكبر لسلطات وزارة الداخلية، هذه السلطات التي لا زالت تكبر وتتغول، وأنه ما يمكنش يبقى هذا الحال على ما هو عليه، وفي إطار إعادة الحقوق إلى نصابها تنظم هذه الندوات التعريفية والتضامنية.